باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. لا تحيا في ماضي إنسان خاطي، لأنه في الغالب تائب في الحاضر بتاعك، ومن الجائز أن يصبح أحد قديس الكنيسة في المستقبل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عرفت أن فلان وقع في خطية، وليكن خطية الزنا، بعد كم يوم لما تشوفه تاني اوعى تبصله بنظرة استحقار وتقول ده زاني أو خاطي، لأنه في الغالب قدم توبة وربنا قبله وسامحه وأبعد عنه خطيته كبعد المشرق عن المغرب. أما حضرتك بنظرتك ليه وتفكيرك، فأنت بتقع في خطية الإدانة. أنت بتدينه مع أنك زيك زيه خاطي، وملكش حق أصلا أنك تدين، لأن ربنا نفسه الديان العادل سامحه لأنه قدم توبة حقيقية. فشيل الخشب الأول من عينك وافتكر دايما لا تدينه لكي لا تدانه، وسلام المسيح يشملنا جميعا ويعطينا توبة حقيقية وفرح دائم. آمين.